السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ النهاردة فيديو جديد، حاجات انا حبيت اشاركها معاكم عن اللي موجود في شنطتي في الشغل. عموما احنا كبنات بنحب نشيل حاجات كتيرة جدا في الشنطة، بس في حاجات مهمة لازم تبقى موجودة في الشنطة وحاجات مش لازم تبقى موجودة. انا قبل كده لو انتم متابعيني على سناب شات هتعرفوا ان انا شغلي قريب جدا من البيت، في حاجات كتير قوي بلغيها من شنطتي ممكن ماخدهاش معايا. انا في العادي ممكن اخد شنطه صغيره خالص، يعني حجمها قد كده، صغيره جدا، يعني تقريبا قد كف الايد ممكن اصغر شويه. والنهاردة قررت ان انا اخد الكبيرة، كبيرة جدا. اهي وهشرح لكم كل حاجة جواها. اول حاجة هتشوفوها هنا كده في الشنطة، اول ما هتلاقوها هنا كده النضارة عشان ما انساهاش، النضارة اللي هتليق مع اللبس اللي انا هلبسه. النضارة لو انتم من الناس اللي ما بيعرفوش يشوفوا اي حاجة او ما بيعرفوش يستغل يعني يمشي من غير النضارة في الشمس، فانا انصحكم انكم تشتروا نضارة طبية وتفضل معاكم على طول، وممكن تشتروا نضارات كده شيكة تلبسوها. فدي اول حاجة النضارة. بعد كده هنفتح الشنطة. اول حاجة هتلاقيها في وشكو وايبس، طبعا احنا في صيف ومحتاجين حاجة كده ترطب الوش على طول، فالوايبس اول حاجة هتلاقوها في الشنطة. بعد كده دفتر ملاحظاتي، طبعا حاطة في حاجات كتير كروت وحاجات كده، دفتر ملاحظات وبوينتس، وبكتب فيه كمان افكار الفيديوهات اللي انا عايزة اعملها. والدفتر ده انا كنت كلمتكو عنه على الانستجرام وعرفتكو انا كنت جايباه من مين. بعد كده محفظتي، واللي كلمتكم عنها قبل كده في فيديو ما زوجت في حقيبتي، المحفظة دي احلى حاجة بالنسبة لي، بتلم حاجات كتيرة قوي. بعد كده هتلاقوا حاجات المكتب، يعني حاجات استخدامات المكتب، ماركر ما مقدرش اعيش من غيره تقريبا، وفي قلم عليه اللوجو بتاع المكتب، عندي عليه لوجو المكتب. تقريبا هم دول، كان بيبقى معايا دبيسة او حاجات كده بس لغيت الفكرة. بعد كده هتلاقوا الباور بانك، اللي طبعا موبايلي ممكن يفصل، ممكن ادردش معاكم على سناب شات، موبايل ممكن يفصل مني، فبحط الباور بانك في الشاحن، او ممكن اوصل الموبايل على طول دايركت بالشاحن يشحن عشان ما يفصلش منه. بحب جدا المناديل اللي هي بتيجي سايبه دي، ف جايبه مناديل، هتلاقي في شنطتي مناديل. وهتلاقوا السحر ده، قلت لكم قبل كده ان هو بيخلي البشره بارده جدا، فبحبه كده في نص اليوم ابرد وشي بيه من الحر عشان بس افوق شويه. فيرجينيا كليرنس سكين، حلو جدا. بعد كده هيبقى في المفاتيح بتاعتي، شكلها عجيب شويه بس مفهوم. وهتلاقوا بعد كده اللي مالي الشنطه، بعد كده السجاده بتاعه الصلاه، علشان عندنا في المكتب سجاده، يعني هي سجاده واحده فمش هينفع اخد سجادتهم، فباخد سجادتي. والكريم الايدين اللي انا قلت لكم عليه في فيديو قبل كده، علشان ارطب بايدي كل فتره لما اغسل ايدي او اي حاجه ارطب بايدي. وبس كده الشنطه خلاص فاضيه من جوه. ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم، ويا رب تكون استفدتوا ان انتوا تاخدوا حاجات قليله، الحاجات اللي انتوا محتاجينها بس في الشغل. وطبعا بقينا في رمضان، فاكيد طبعا مفيش سناكس او مفيش اي حاجه في الشنطه،
ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، وسلام عليكم.